التحذيرات الخارجية الروسية حول تصريحات الناتو بشأن تعرضها لهجمات من أوكرانيا، تفاصيل لديك. في الواقع موسكو تقول بأنها ليست فقط تحذيرات، بل سبق وأن أرسلت مذكرات احتجاج للولايات المتحدة الأمريكية، تحذر فيها الجانب الأمريكي من مغبة الانخراط المباشر في الصراع في أوكرانيا وأن تكون الولايات المتحدة طرفا في هذه الأزمة. هذا ما يفهم أيضا من تصريحات أدلى بها اليوم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف، الذي قال بأن موسكو حذرت في الكثير من المرات واشنطن من مغبة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا مباشرا في هذا الصراع، وأكد بأن روسيا لا تريد للولايات المتحدة الأمريكية بأن تنخرط في الأزمة الأوكرانية بشكل مباشر. الجانب الروسي سبق وأن حذر الولايات المتحدة الأمريكية من مسألة توريد السلاح للجيش الأوكراني وضخ المزيد من الأسلحة للقوات الأوكرانية بحجة استعمالها من طرف القوات الأوكرانية للدفاع عن البلاد والدفاع عن النفس، كما أكد الجانب الروسي الذي أكد بأن موسكو ترفض هذه الفكرة لأن أصوات عالية تأتي من سلطات كييف تتحدث وبشكل مباشر بأن القوات الأوكرانية تنوي القيام بعمليات عسكرية وهجمات تستهدف من خلالها العمق الروسي. الكثير من الخبراء صلاح قرأوا التصريحات التي جاءت اليوم على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف بأنها تتزامن مع الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية والتي استهدفت من خلالها شبه جزيرة القرم أو القرى الحدودية بين روسيا وأوكرانيا. عدد من الخبراء المختصين في الشؤون العسكرية قالوا بأن هذه التطورات تعكس السلاح الحديث الذي استلمته القوات الأوكرانية من طرف الولايات المتحدة، خاصة ما يعرف بالدرونات أو بالطائرات المسيرة الانتحارية التي يقول الكثير من الخبراء بأن القوات الأوكرانية تستعملها في الآونة الأخيرة للقيام بعمليات عسكرية تستهدف العمق الروسي، خاصة أيضا في ظل تلك التصريحات التي جاءت في وقت سابق من نائب الرئيس الأوكراني الذي تحدث بأن الجيش الأوكراني ينوي استهداف جسر كيرتش في منطقة شبه جزيرة القرم، وهي تصريحات التي أخذتها موسكو بعين الاعتبار. الجيش الروسي وزارة الدفاع الروسية تؤكد بأن مضادات الدفاع الجوي الروسية في منطقة شبه جزيرة القرم تعمل وبشكل جيد. بالأمس صرحت الدفاع الروسية بأنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة بالقرب من جسر كيرتش في منطقة شبه جزيرة القرم. هذه التطورات في نظر الكثير من الخبراء بأنها تعكس مرحلة جديدة من تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعدما كان الجيش الأوكراني يقوم فقط بمهمة الدفاع والتصدي للجيش الروسي، هو في الوقت الراهن يقوم بعمليات عسكرية خارج التراب الأوكراني على الأقل في شبه جزيرة القرم المصنفة لدى روسيا بأنها تتبع للقوام الروسي منذ عام 2014. يوسف بيجار مراسلنا كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.